ياك تقولوا الشعب المغربي ما تلاش بغى هذه الحكومه يخرجوا يقولوها لينا في التصويت، عاوتاني تمشيو تصوتوا لينا على 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 شي وحدين من هذه الحكومه هذه، عاوتاني معناها انه عجبكم، معناها انه هذا الشيء اللي دارت عجبكم، معناها انكم كتعتبروها بلي هي اللي خصها تكون وهي اللي خصها تبقى. وديالاش هذا الهاشتاج ديال ارحل ولا ما ترحل؟ الى 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 كنتيو الى كنتيو الناس معقولين سمحوا لي، هذوك اللي كيبقاو جالسين في ديورهم راكم انتوما، راكم انتوما اقل ما يقال فيكم انكم تخذلون وطنكم وتخذلون شعبكم. انا الراي ديالي الا كنتي صوتيو ب 52% ولا 48% في الانتخابات الماضيه، دابا خصكم تخرجوا تصوتوا ب 75%، خرجوا صوتوا بعدا، صوتوا باش تقولوا لا حنا ما متفقينش مع هذه الحكومه وما متفقينش مع هذه السياسه وما عجبناش هذه الحكومه بالدارجه، نقولوها بصراحه. ما خرجتيوش معنا عجبكم، وهذوك اللي غيمشيو يصوتوا بالفلوس هذوك راهما خونه. يخونون وطنهم ويبيعونه ويبيعون حقهم في المستقبل في الدراسه وفي الصحه وفي التعليم وفي الصحه وفي كل شيء. اش من ربح بغيتي يجيك من واحد المرشح اللي يعطاك الفلوس، اللي يعطاك الفلوس المواطن المدوخ، اللي يعطاك الفلوس هذا تاجر غادي يعطيك اليوم باش ياخذ غدا، يدن هذا جاي يستفد وجاي ينهب وجاي يفترس. واش عمرك شفتي شي واحد جاي يفترس كينفع البلاد؟ اللي تيجي يفترس لراسه ولمصلحته، وشوف واش غيصبح عليه الليل ويلقى راسو يلقى راسو يلقى راسو كيستفد ولا يلقى راسو ضحيه حتى هو، لان حتى هو بليد. الحكم ما كيتباع ما كيتشرى، الحكم مسؤوليه امام الله، الحكم مسؤوليه مشرفه، الحكم كيجيو له الناس بالمبادئ بالقيم بالاخلاق بالكفاءه بالاخلاص للوطن. يا اهل مكناس ويا اهل الحسيمه، جاب لكم الله الوقت باش تبينوا الشرف ديالكم انكم في المستوى. تصوتوا اولا، تصوتوا ثانيا، الراي ديالي انا تصوتوا على العداله والتنميه. طبعا حينت انا كنتمي لها، ولكن ليس فقط، والله كون عرفت شي حزب اخر فهمتيني ولا لا كيستحق باش تصوتوا عليه، ما نقدرش نقول لكم هذا الكلام بهذه الجراه هذه. طبعا كاين احزاب اخرى معقوله ما عندي ما نقول، ولكن هذه الساعه اللي تبت عمليا وتبت واقعيا هذا الالتزام بالمبادئ والاخلاق. ها انتم الاخوان شوفوا انتم بنفسكم، يخرج شي واحد يقول لنا انا عطوني 10000 ريال باش صوت في الانتخابات ديال 2016 ولا 2021 ولا 2011 ولا 2009 ولا 2007 ولا 2002 منذ بدا التاريخ، ولا 97 ديال العداله والتنميه، ولا 2003 صوتوا علينا بحبكم بلبكم، صوتوا علينا حيت عجبكم المبادئ ديالنا، صوتوا علينا حيت عجبكم الرجالات ديالنا. ياك كتعرفوا بلي انا عندي موقف سلبي شي شويه من هذه الحكومه اللي فاتت، ومع ذلك انا كنشهد امام الله انه حتى حاجه المعقول ما بلغتني عليها ديال المس في المال العام، حتى واحد. نكون جازم معكم على، ولو كان كانت شي حاجه انا الاول غتبلغني شي حاجه المعقول. قد تكون هنالك اخطاء اخرى، ولكن ماشي المس ديال المال العام، ماشي حاجه اللي كتهمكم ولا كتهمني ولا كتهم حتى شي واحد، باش تكون زعما الامور واضحه وصريحه. لهذا خص الاخوان ديالنا اليوم اهل مكناس واهل اهل يعني اهل الحسيمه يعطيونا الدليل باللي حتى الا كانوا خداو شي فليسات ولا شي حاجه صافي، هذيك مرحله دازت عاف الله عما سلف. ورطونا في هذه الحكومه غادي نصبروا معها حتى تمشي على خطرها. انا مره اخرى تنقولها لكم، انا ما متفقش باش تقولوا لهذه الحكومه، باش تقول لهذه الحكومه تمشي دابا، ما متفقش. خصها تبقى حتى يتعرف بالضبط ويتعطاها الوقت الكافي حتى يتعرف بالضبط دو كوا اللي كابابل، واللي عنده الحق يصيفطها هو سيدنا. ما غتصيفطوها لا بهاشتاغ ولا باستفتاء، غادي الى سيدنا شافها، ما شافها باللي راه وصلت لواحد الدرجه ديال ان الناس بغيتوا ديروا الهاشتاغ ديروه. انا ماشي ضد الهاشتاغ، ديروا الهاشتاغ،
قلت له هاشتاق باش تعبروا على رايكم، ما عندي مانع، انا ما غنشتمش في هذاك الهاشتاق، ولكن انتم ما عندي مانع، اللي بغى يديروا حتى من العدالات 100 يديروا، انا ما عندي مانع، ولكن ديروا في البال ديالكم باللي راه سيدنا كيشوف، الا شاف باللي هذه الحكومه الشعب ما تلاش تحملها وما تلاش بغاها، راه غادي على الانتخابات السابقه لاوانها، وهذا مطلوب في وقت معين، الا ما جمعتش راسها، لان خصها تجمع راسها. انا ما كنقولهاش توقف لنا هي الحرب ديال اوكرانيا باش يرخص لنا البترول، ديال الحرب ديال اوكرانيا تتجاوزها وتتجاوز المغرب، والحرب ديال اوكرانيا يعني مشروع مجهول، لا يعلم الا الله ماذا ستكون نتائجه، وعلى كل حال نتائجه ستكون صعبه على العالم كله، ولكن يمكن لكم تتخذوا تدابير من الان باش تخفوا على الناس، راه انتم ما واعينش، راه انتم ما واعينش. انا البارح زاروني ثلاثه ديال الناس من منطقه فقيره، ما غنقول لكمش لا المنطقه لا شكون هما الى اخره، والاربعه ديال الناس زاروني، داكشي اللي شفت بعينيا فيهم تقطع القلب. اللي تيعيش ب 500 درهم هو هنا في الرباط ولا في الدار البيضاء خدام في البني، وتيصيفط لوليداتو ديك 1000 درهم ولا 1500 درهم اللي كتبقى له، فهمتيني؟ لو عنده خمسه ديال الدراري وكيقرا وكاين فيهم اللي في الجامعه، كيف غيدير؟ بقيت غير كنفكر كيف غيدير، واللي كسال في الحمام يعني تيقول لك مسكين هو، يعني تيجيو دابا 20 30 ديال الناس دابا اللي تحلوا الحمامات تماما الكوفيد خلاص، يالله قال لي يالله تيقدر هو يعاون شي واحد باش يغسل واحد ولا جوج ديال الناس، كي غيدير لعائلته خمسه سته ديال الدراري كي غيدير لهم.